اهلا وسهلا بيكم في اول دبلومه لللايتنج. وناس كتير قوي كانت بتيجي تسال هو ايه الفرق ما بين الكورس وبين الدبلومه. ومن هنا بقى ببدا اشوف انا احط واحد ده ازاي، ببدا اشوف الشمس عامله ازاي. يا باهر ازيك حبيبي؟ كبير عندي شادو هنا هيحصله. الشادو الاولاني هو مناخيري على هنا عشان كواليتي الصورة بتاعت كل الفيلم تبقى واحدة. بعد كده كلها تطوير مهارات شخصية وتطوير أفكار لاستخدامات اللايت. يلا بينا.